السلام عليكم الناس، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف دايرين مع الصحه؟ اخباركم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. كما عودتكم كيف العاده كنجيب لكم لي ماسك يكونوا في المتناول. هذا الماسك اللي جبت لكم اليوم البنات ماسك زوين بزاف 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 للبشره الناشفه اللي عندهم لابو ديالهم ناشفه. يعني هذا الماسك مغذي البشره ديالنا، كيغذي لنا البشره ديالنا وفي نفس الوقت البنات كيعطينا واحد البياض وواحد الاشراقه في الوجه ديالنا. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو حتى هو ينال اعجابكم ويكون ان شاء الله في المتناول. المهم اول مره غتزور القناه ديالي ما تنساش ما تبخلش ليا باللايك لايك 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 والاشتراك وضغط على الجرس باش يوصلها ان شاء الله اي جديد ديال اللي حطيته على القناه ديالي وصلها. المهم وما تتبخلوش عليا كيف العاده، بارطاجوا الفيديو مع العائلات ديالكم مع الصديقات ديالكم المهم باش يوصلهم ان شاء الله حتى هما اي جديد. المهم ما نطولش عليكم بزاف، هاد الماسك البنات مغذي كما قلت لكم البشره الناشفه، لابو ديالها تكون ناشفه شويه تكون واخد الدق. هاد الماسك هذا كيدار ثلاثه المرات في السيمانه، زوين بزاف، اللي هو عباره عن جوج مكونات عندنا في البيت ديالنا. المهم غنبداو بالمكون الاول، عندنا هنايا كما كتشوفوا هنايا عفوا فرماجه، يعني اي فرماجه عندكم يعني كتستعملوا ديروا. وعندنا هنايا غناخذ معلقه ونص ديال الحليب، هادو غير جوج مكونات كما كتشوفوا. هاد المكونات بجوج عندهم واحد المنافع زوينه لابو ديالنا البشره ديالنا. كنتمنى ان شاء الله هاد الماسك هذا طلبته مني واحد الاخت مصريه، كنتمنى ان شاء الله تدخل وتشوف ان شاء الله هاد الماسك البشره الجافه. الماسك صراحه زوين ومغذي البشره ديالنا. المهم دابا غنمشي مع الطريقه، غتبقاو معايا مع الطريقه. غنشد الفرماجه بهذه الطريقه، هذه غادي نلمسها بالفرشات بحال هكا. ماسك زوين مغذي، كيخلي واحد الاشراقه زوينه في الوجه وفي نفس الوقت كيخلي لنا واحد البياض زوين. يعني بجوج مكونات كنضربوا عصفور، يعني كخلاك المثال كنضربوا عصفورين بحجره واحد، انه كيبيض لينا البشره ومنطو كيعطي واحد الاشراقه وفي نفس الوقت كيغذي لنا البشره ديالنا، كتخلي البشره ديالنا ما كتبقاش ناشفه. هاد توما كيما شفتو البنات، انا هانتوما مست الفرماج ديالي مزيان، غنزيد عليها معلقه ونص ديال الحليب. غنشدو معلقه ونص ديال الحليب وغنمزجهم مع بعضياتهم. ماسك زوين، نمزج فيه مع بعضياتهم حتى يعطيني داك الماسك، يعني يعطيني الاعقاد واحد شويه، يعطيني داكشي اللي بغيت انا. كنتمنى اي اخت بغات اي ماسك على الراس والعين، اي ماسك تكون مجرباه، يكون عند تحت الطلب ديالكم ان شاء الله. اي ماسك تكون مجربه تنبغي نشاركو معكم، ولو واخا ما تطلبوش مني، ولكن اغلبيه البنات كيطلبوا مني شي ماسكات ديجا من لما حطيت شي ماسك وتعطلت ما حطيتوش تنكون ديجا ما مجرباش، حتى نبغي نجربو وتنبغي نشوف الوقت اللي غيعطيني فيه النتيجه شحال ديال الوقت واش كيعطي النتيجه ولا هذا. يعني تنبغي نحط لكم البنات شي ماسك بصح تكون 100% انه فعال، يعني ما تقدرش نحط اي حاجه في القناه ديالي باش ما ديرش حتى شي حاجه تقول كرا مصدقش ليا او لا دار ليا، حتى كنجربو انا وكنديرو انا على وجهي لمده اللي كيخليني نعرف ان كيعطي داك شحال من مده كيعطي داك النتيجه اللي كنبغيو حنايا. عاد كنبغي نحطوه على القناه ديالي الا تعطلت على شي من طلبات مني شي ماسك او لا شي حاجه وتعطلت عليها، يعني راه ماشي ما باغاش نحطو حتى كنبغي نتاكد من شي ماسك النتيجه ديالو، عاده كنبغي نحطو على القناه ديالي. المهم كما كتشوفوا انا ها
خلط مع القوانص ديال الحليب مع الفرماجه، ها النتيجه كما كتشوفوا ديال النتيجه ديال المزج ما بين الفرماج والحليب. المهم دابا البنات غنخليكم معايا، بقاو معايا حتى تشوفوا، غنطبقوا على وجهي قدامكم وتشوفوا النتيجه ان شاء الله بحول الله. انتم المهم ان نبريباري راسي على حساب باش ندير الماسك. كما تنقول لكم البنات كيف العاده قبل ما ديروا اي ماسك ضروري من القماش تقومي وجهكم، يعني ديروا الماسك وعلى بشرتكم تكون نقيه. كاين بزاف ديال لي قماش يعني راه معروفين، غير ثاني دور قهوه وزيت العود راه كيخلي الوجه تبع رائع وزوين بزاف. المهم دابا غنطبق الماسك على وجهي كما كتشوفوا باش تبان لكم النتيجه ان شاء الله. غنطبقوا على وجهي وتنتمنى ان شاء الله تبقوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا النتيجه. المهم بسم الله على بركه الله، انا ديجا مقومية وجهي كيف العاده قبل ما كندير لكم، قبل ما كنحل شي فيديو حتى كنضيجا تكون مقومية وجهي. يعني قماشات ساهلين اون طون كيعطيو نتيجه زوينه. كنتمنى ديروا هاد الماسك تا هو زوين بزاف. كنتمنى البنات اللي طلبوا مني يطبقوا تاهما على وجههم ويقولوا لي النتيجه كي جاتهم، حيت انا متاكده من هاد الماسك نتيجته زوينه بزاف. كما قلت لكم البنات الماسك ديروا 3 مرات في السيمانه كي غدير البشره ديالنا، كيعطي واحد الاشراقه وفي نفس الوقت واحد البياض زوين كينقي لينا وجهنا. كما كتشوفوا البنات انا طبقت شويه هنايا، خاص نحيد الفولار باش نكمل على وجهي كامل. المهم غنحيد الزيف ديالي غنكمل وجهي كامل ان شاء الله، غادي نخليه لمده 20 دقيقه على الوجه ديالي، لمده 20 دقيقه على الوجه ديالي غنخليه حتى نشوف، غادي نوصلو وغادي نرجع لكم على النتيجه ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا النتيجه. وما تنساوش البنات انفو ملي ديروا الماسك على الوجه ديالكم كامل ممكن واحد لحظه ديال الصمت، واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه بما يعني من كينشف الا بقينا كندوا اولا ضحكنا، داك من كينشف كيشد لينا داك التجاعيد، يعني داكشي علاش كيوليو فينا التجاعيد مبكره. نديروا الماسك نخليوه ينشف، نسكتو حتى ينشف ان شاء الله ونغسلوه ورجع لكم من النتيجة باش تشوفوا النتيجة ان شاء الله كيف دايرة. خليكم معايا انتم البنات، انتم دابا انا تصلت وجهي ورجعت لكم باش تشوفوا النتيجة كما كتشوفوا. ندير زوم انتم، كنتمنى ان شاء الله تجربوه النتيجة ديالو زوينة بزاف. ديما تنبغي ندير زوم باش تشوفوا النتيجة. انتم كيخليو واحد الحمورية في الحناك ديالنا وكيخليو واحد الإشراقة في الوجه كما كتشوفوا، كيخليو واحد الإشراقة في الوجه زوينة. كنتمنى إن شاء الله ينال إعجابكم وما تبخلوش عليا البنات اللي جرباتو واللي جرباتو وعطاه النتيجة تخليا في الكومنتير كي جاها الماسك وكي يعني صراحة الماسك واخا نبقى نشكر لكم فيه ما غاديش تعرفوا بقيم يعني ما تعرفوا يعني بالنتيجه ديالو حتى تجربوه نتوما وتعرفوا النتيجه ديالو، صراحه زوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتخليوه في الكومونتير كيف جاكم، وكنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. اخوات اللي طلبوا مني كنتمنى ان شاء الله حتى هما يعجبهم هذا الماسك زوين بزاف. المهم البنات اول مره غتدخل القناه ديالي ما تبقاش هي بالاشتراك باللايك لايك 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 وتضغط على الجرس باش توصل ان شاء الله اي جديد، وما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع لافامي ديالكم كيف العاده. المهم كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم وما كنسخاش بكم، كنتمنى لكم فطور شهي ان شاء الله. باي باي.